طابت اوقاتكم مشاهدينا، هذه نشرة الاخبار من قناة الغد المشرق، والبداية بالعناوين. المكلا تشهد اجراءات الاستلام والتسليم بين محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي والمحافظ السابق اللواء فرج البحسني. ميليشيات الحوثي تفرض جبايات جديدة على طلاب المدارس في مناطق سيطرتها. ومياه الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والإنترنت والطرقات في حضرموت. أهلا بكم. جرت في مدينة المكلا مراسم استلام وتسليم بين محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي والمحافظ السابق اللواء فرج البحسني. بداية عهد جديد لإدارة السلطة بحضرموت. هنا تجري مراسم استلام وتسليم بين المحافظ السلف اللواء فرج البحسني والخلف مبخوت بن ماضي في القصر الرئاسي بالمكلا. أنني أوصيكم بالالتفاف حول المحافظ الجديد مبخوت بن مبارك بن ماضي، وفقه الله لكل خير والشد من أزره، وأن يكون خير معين له في مواصلة وأن تكون خير معين له مواصلة مسيرة الارتقاء والعطاء بالمحافظة إلى المستوى الذي يؤمله المواطنون. ونؤكد لكم أننا سنعمل معا جنبا إلى جنب في سبيل تحسين الأوضاع، استطعنا إلى ذلك سبيلا. المحافظ الجديد لحضرموت مبخوت بن ماضي أعلن أن شعار عمله خلال المرحلة القادمة سيكون حضرموت أولا، مشيدا بجهود المحافظ السابق نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قيادة المحافظة خلال المرحلة الماضية. أنني أقف اليوم بينكم متحملا مسؤولية كبيرة، ألا وهي قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بجناحيها الساحل وهضبته والوادي وصحراء، مستعينا بالله سبحانه وتعالى وآملا دعم القيادة السياسية التي منحتني الثقة. أما برنامجنا للعمل الذي شعاره حضرموت أولا، سنعلنه في الاجتماع الذي سيعقد إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله بحضور المكتب التنفيذي والمكتب التنفيذي بالساحل والمكتب التنفيذي بالوادي. آمال كبيرة يعقدها أبناء حضرموت على المحافظ الجديد. ملف الخدمات والكهرباء تحديدا يمثل تحديا كبيرا لقيادة السلطة الجديدة إلى جانب الكثير من الملفات الأخرى، فهل سينجح بن ماضي في إدارة هذه الملفات؟ لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. شهدت مدينة سيئون مسيرة سلمية بالدراجات النارية نفذها شباب حضرموت الأحرار بالوادي. المسيرة التي طافت شوارع المدينة طالب فيها الشباب بضرورة رحيل المنطقة العسكرية الأولى في ظل انتشار عمليات القتل والسرقة والجريمة بالوادي، كما طالبوا بتحسين الوضع الكهربائي والصحي وكذلك معالجة وارتفاع أسعار المحروقات وانهيار العملة المحلية والاستجابة لحقوق ومطالب المعلمين والمعلمات قبل بدء العام الدراسي الجديد. جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقال الجنوبي في اجتماعها برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية التأكيد على أهمية التزام الميليشيات الحوثية بشروط ومحددات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة كشرط رئيسي لتجديدها مستقبلا. وأكدت الهيئة على أن استمرار الميليشيات في التنصل عن تنفيذ التزاماتها يهدد فرص تجديد الهدنة في المستقبل. وفي السياق ذاته جددت هيئة الرئاسة دعوتها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غرونبرغ لتقديم إطار حل شامل للأزمة يستوعب كل الالتزامات التي توافقت عليها الأطراف كافة.
أسقطت القوات الجنوبية طائرة مسيرة حوثية في الأجواء الشمالية الشرقية من محافظة أبيان في اختراق جديد للهدنة الأممية. وقال مصدر عسكري أن القوات الجنوبية رصدت الطائرة المسيرة تخترق أجواء مديرية جيشان في أبيان. وبحسب المصدر فقد نجحت الدفاعات الأرضية في إسقاط الطائرة الحوثية في مركز مديرية جيشان، وتم نقل حطامها للجهات المختصة. تحت اسم المشاركة المجتمعية، فرضت الميليشيات الحوثية الإجرامية رسوما دراسية إضافية على طلاب المدارس الحكومية في صنعاء. بقاء أبنائك في البيت فضلا عن التحاقهم بالمدارس، حدث رائج في صنعاء بعد فرض رسوم إضافية على طلبة المدارس الحكومية تحت مسمى المشاركة المجتمعية. الرسوم الجديدة بلغت 8300 ريال عن كل طالب، وجاءت بتعليمات من المدعو يحيى الحوثي الذي يشغل منصب وزير التعليم في حكومة الانقلاب، ووصفها اليمنيون بأنها نخر لجيوبهم وتهديد لمستقبل أبنائهم. ويقول عدد من السكان في صنعاء أن المبلغ كبير بالنسبة لغالبية الأسر التي تعيش على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية في مدينة لا يروج بها غير الشعارات الطائفية والخطب والمحاضرات. تقارير دولية وعاملون في التوجيه التربوي بصنعاء قدروا انضمام مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى مليوني طفل خارج التعليم في العام الماضي بسبب تعسر الحالة المعيشية للأسر وصعوبة شراء كتب المناهج الدراسية بعد أن كانت توزع مجانا طوال 50 عاما، وإنهاء الميليشيات الحوثية لمجانية التعليم في مناطقها. وكانت منظمة اليونيسف قد شددت في تقرير أخير على معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي في مناطق الانقلاب ووقف انتشار عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس وفقا لتقرير المنظمة. فإن انعدام رواتب مئات الآلاف من المعلمين أوقفهم عن التدريس بحثا عن سبل عيش أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض ما يقرب من 4 ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم. ويذكر تقرير اليونيسف أن أكثر من 500,000 طفل نازح في سن الدراسة يعانون من صعوبة الحصول على التعليم، وأن هناك 2 مليون طالب خارج المدارس حتى نهاية عام 2021، كما أن هناك أكثر من 1 مليون طفل نازح، منهم 400,000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وأن هناك أكثر من 2 ملياي طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد. صدر تقرير عن الأمن الغذائي للربع الأول من العام الحالي عن اليمن، وذكر أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء ارتفع بشكل كبير في مارس الماضي إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق منذ عام 1990. أظهرت المراجعة الربع السنوية للأمن الغذائي في اليمن والتي ينفذها مكتب الأمم المتحدة أن أسعار السلع الغذائية في اليمن بلغت في مارس الماضي أعلى مستوى لها منذ 32 عاما، بينما ارتفعت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما. أما أسعار البنزين والديزل ارتفعت أسعارهم إلى أعلى مستوياتهم في 10 سنوات الأخيرة وبنسبة 78.90% على التوالي خلال الفترة نفسها مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وبشأن واردات الغذاء، ذكر برنامج الغذاء العالمي أن حجم الواردات الغذائية ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 24% عبر مينائي الحديدة والصليف الخاضعين لسيطرة ميليشيات الحوثي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. ومن المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 19 مليون شخص مع مواجهة 161,000 شخص لظروف تشبه المجاعة بسبب خفض برنامج الأغذية العالمية المساعدات عن 8 ملايين شخص إلى الثلث. أما بخصوص عدم كفاية الحصول على الغذاء، فتؤكد المراجعة أن انعدام الأمن الغذائي ما زال مرتفعا بشكل مستمر خلال الربع الأول من هذه السنة، ولم تتمكن نصف الأسر التي شملها الاستطلاع خلال شهر مارس من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، مما يشير إلى أن البلاد وصلت إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي على مستوى البلاد منذ عام 2018. وكان هذا مدفوعا بتصاعد مستويات الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية طوال السنة وارتفاع أسعار الوقود وخفض المساعدات الغذائية الإنسانية.
كشفت مياه الأمطار التي ضربت جزءا كبيرا من وادي حضرموت خلال هذه الأيام هشاشة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والإنترنت والطرقات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أعمال الكثير من المواطنين وتسبب في تفاقم معاناتهم. أمطار وصفت بالخفيفة إلى المتوسطة اجتاحت مدن وادي حضرموت، فكشفت عورة البنية التحتية في المشاريع التي كان وما زال يتغنى بها المسؤولون. بنية تحتية هشة ومغشوشة تثير قلق المواطنين لصعوبة تأمين عيشهم. ليات الروائل والأمطار هذه على طول تفزع الكهرباء عندنا تماتيك والطرقات ما شاء الله، لا يات الأمطار ما عاد تقدر تمشي، ولا بوها العكران والطحاز والبلاوي كلها تنطفي لك الكهرباء، وكل اسباب امطار يعني حتى كان باتمان تبهم بها، كان بلاك ساعه كان يتفى كان بين بيوت يتفي يقبل له اشهر ولا احد يندر يعتني به، وين العمال حق الكهرباء هذه؟ يعني مقين 50 عامل 60 عامل ولا يهتمون بالشعب هذا؟ هذا اللي هو يعني ضعف في العمل وضعف المسؤولين. حتى شبكات الكهرباء والإنترنت والطرقات لم تصمد في وجه المنخفض الجوي، ليعاني الوادي من انقطاع الخدمات لقرابة يوم كامل، مما عطل على الكثير أعمالهم وسبب في تفاقم المعاناة. يعني مشروع زي حق ساحل الخط هذا منه الملايين الملايين أكلوها، وفي الأخير ما يعني حاجة بسيطة بس يسر يسوي يسر أرضي أو كبري، والله ان انقطاع من يوم تقريبا من يوم من امس الى اليوم هذا، وفي اليومين هذه يعاني الوادي كله من انقطاع الكهرباء، ضروري نريد حل. فنحن نناشد السلطه المحليه والمحافظ وكل، خصوصا الان بعد تهديد السلطه بالمحافظ ان ينظر الى الوادي بصوره صحيحه ويعدلوا موازينها ويشطوا في كل في الطرقات في الكهرباء في المياه. مشهد يتكرر كلما تساقطت أمطار الخير، فتتهاوى البنية التحتية الهشة ومشاريع الفساد تتكشف، والسلطات المسؤولة عاجزة عن إيجاد تدابير ضرورية في مصالح المواطن. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. افتتاح فندق جولدن ستار بالمخا أكبر مشروع سياحي بالساحل الغربي. من جديد أهلا بكم. تبذل السلطات العاصمة عدن جهودا حثيثة لتحسين الوجه الجمالي للمدينة، وقد نجحت السلطة المحلية خلال فترة وجيزة في إنارة وتشجير وتعبيد العديد من الشوارع في المرحلة الأولى من خطة تحسين المدينة. بغرض تحسين الوجه الجمالي للعاصمة، تجتهد سلطات المدينة لنفض غبار الحرب وإبراز الوجه المشرق لعدن التي عانت ويلات الحروب العسكرية والخدمية لسنوات عدة. عمل جاري وهناك تقدم رغم الظروف الصعبة، رغم كل ما يجري، إلا أن هناك عمل يسير الأمام تحت قيادة الأستاذ أحمد حامد اللملس والأستاذ عبد الرحيم قاوي في المعلة. الأمور إن شاء الله طيبة، والفترة القادمة مثل ما قلت هناك عدة خطط وعدة أنشطة سوف نرى المديرية بشكل مختلف. إنارة الشوارع تجري على قدم وساق، وكذا أعمال التشجير والترميم التي لا تتوقف، تتسابق إدارات المديريات في سبيل إظهار جمال شوارعها قدر المستطاع. شوف هنا ما شاء الله المنتزه هذا، العوائل يعني دقي ترفع على نفسه، صح معهم يعني مشاكل معهم ضغوطات، بس برضو يعني هذا شيء مريح، يعني نشكر المحافظ على هذا الأداء يعني ما شاء الله الجبار، وإن شاء الله يعني كمان بالمستقبل بيحاولوا يبنوا حاجات أكثر وأكثر ويحسنوا من المدينة، وإن شاء الله يوم من الأيام يعني نشوف عدن منطقة يعني مزدهرة إن شاء الله، وترجع عدن القديمة وكل شيء يصبح بخير إن شاء الله. وأنا هذا في لي أمل، وكمان الشعب برضو في له أمل وفي بوثقة بالمحافظ.
صراحة هذه المقسمات اللي عملونا جميلة جدا وزادت جمالية في مظهر كريتر وفي مظهر عدن، وأتمنى مع الأيام نتطور ويزيدوا من دي المقسمات وجمالية عدن ويصلحوا الطرقات ويصلحوا الأماكن العامة ويغيرونه زي معك المجلس التشريعي هذا لما مثلا زينونه وزادوا من مظاهريات جمالية عدن. صراحة بتكون عدن أفضل وأحسن بتتطور وبتكون أكثر جمالية. الجولات والمتنفسات شملتها خطة الإنارة والنظافة، فعدن كانت ولا تزال إحدى أهم المدن السياحية، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الحرب أوقفت حركة السياحة في السنوات الأخيرة. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن. شهدت مدينة المخا بالساحل الغربي افتتاح مجمع فندق جولدن ستار، أكبر مشروع سياحي واستثماري يتم افتتاحه بالمدينة. بمواصفات عالمية وبطراز 4 نجوم، شهدت مدينة المخا بالساحل الغربي افتتاح مجمع فندق جولدن ستار، أكبر مشروع سياحي واستثماري في الساحل الغربي. افتتاح فندق جولدن ستار جاء بهدف استيعاب الطلب المتزايد على الغرف والأجنحة الفندقية في المدينة، ويحتوي على 140 غرفة و40 جناحا المكون من برجين متجاورين بإجمالي 10 طوابق، حيث سيقدم لنزلائه خدمات وامتيازات قد لا تكون موجودة في فنادق ذات جودة عالية في المحافظات اليمنية الأخرى. اليوم افتتح أحد المعالم السياحية في مديرية المخا، والتي تشهد تنمية في شتى المجالات. يواكب هذا التنمية مشاريع استثمارية يقوم فيها رجال المال والأعمال لتلبية الاحتياج. طبعا المخا اليوم غير ما كانت المخا في الأمس، لدينا العديد من المشاريع التنموية. ويعزز افتتاح فندق جولدن ستار القطاع الفندقي والسياحي على الاستثمار والتنمية، لتصبح المدينة قبلة سياحية واستثمارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال. يأتي اليوم افتتاح هذا المشروع الاستثماري الكبير في إطار استمرار الزخم التنموي الذي حاصل في مديرية المخا محافظة تعز، وهو ترجمة طبيعية لما حصل من تطور كبير جدا، وكانت نتيجة مترابطة بدأت بتوسيع ميناء المخا. هذا كله كان يتوجب أن يكون هناك متنفس سياحي يستطيع أن يحتوي هذا الزخم الذي حاصل في مديرية المخا. نشارك اليوم في افتتاح فندق جولدن ستار، هذا المنجز العظيم الذي تواجد الآن في المخا، ويعتبر أكبر مشروع صراحة أهلي متوفر الآن بالمخا ويمكن على مستوى الجمهورية. وتعيش مدينة المخا بالساحل الغربي في الآونة الأخيرة نهضة وتطور كبير في القطاع الفندقي والاستثماري، نظرا لموقعها الجغرافي ومكانتها التاريخية وقدرتها على استيعاب المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي جعلها مدينة جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال. وصلت العيادة المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت تقديم خدماتها العلاجية لمختلف القرى والمناطق النائية بالمحافظة. وتضم العيادة الطبية المتنقلة طبيب عام ودكتورة أمراض نساء وولادة وثلاثة ممرضين وصيدلي وفني مختبرات، إلى جانب المستلزمات الصحية وخدمات الاستشارة الطبية وتقديم الدواء مجانا. واستفاد من العيادة خلال شهر يوليو الماضي أكثر من 500 مستفيد في عدد من مديريات محافظة حضرموت من مختلف فئات أو الفئات العمرية من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن. نهاية النشرة، تذكيرا بالعناوين: المكلا تشهد إجراءات الاستلام والتسليم بين محافظ حضرموت الجديد مبخوت بن ماضي والمحافظ السابق اللواء فرج البحسني. ميليشيات الحوثي تفرض جبايات جديدة على طلاب المدارس في مناطق سيطرتها. ومياه الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والإنترنت والطرقات في حضرموت. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.